السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا سيدي. هستأذن حضرتك بس هسأل حضرتك 3 أسئلة. تفضل يا سيدي. أول سؤال، جدي توفى، تمام، رحمة الله عليه. ووالدي كان لسه عايش، فكان في ميراث، تمام، مجموعة من الأراضي يعني، تمام. اضطر والدي اللي هو احتاج فلوس من اخواته، راحوا مضيينه على عقد تنازل للميراث بتاعه، تمام. ايوه بعد ما والدي توفى، عم من عمامي جه فقال الفلوس اللي انتوا اخذتوها ديت، اللي ابوك اخذها، تمام، اقل من ثمن الارض، ماشي تمام، وراح مديني عقد الارض كلها ماشي والعقود اللي عمي والعقود اللي والدي الله يرحمه مضى عليها، تمام. ماشي. دي اول حاجه، تمام. تاني استنى حاجه، بقى، انا وبقيت عمامك وعماتك؟ بقيت عمامي بيقولوا لي انت ما اخذت، والدك اخذ حقه تمام. يعني، عمامي كلهم ما عدا عمي دوت، هو يعني عم واحد هو اللي جاب لي العقود اللي والدي مضي لا، عليها، العقود دي ترجع لاصحابها، وعمك تمام. اذا كان شايف انه باعوا لوالدك مثلا ب100 ألف، وهو كانت البيعة المفروض تبقى ب200 ألف، يدفع نصيبه في ال200 ألف ليك وخلاص. طب ما حضرتك عمي، هقول لك عامل زي ايه. انا جيت اشتريت منكم حتة ارض، تمام، تمام، ب100 ألف جنيه، وكتبنا العقود على كده تمام، وخلصنا ومشينا. بعدين انا لما اشتريت الارض اشتريتها لي انا واخواتي، قام جه حد من اخواتي قال لك لا، على فكرة الارض دي انتوا كده اتظلمتوا، دي مش ب100 ألف، دي ب200 ألف مثلا يعني. تمام، خلاص احنا كلنا قلنا لا، دي ب100، وامضينا البيع على كده. هو شايف لا، انها ب200، خلاص يدفع حصته في الفرق دوت وخلاص. طب استاذن معلش انا اسف، البيع، بص يا حبيبي، البيع 5 أركان. تمام، البيع 5 أركان: بائع اللي هو أبوك الله يرحمه، الله يرحمه، ومشتري اللي هم عمامك وعماتك، تمام، وسلعة اللي هي الأرض اللي اتباعت أو الإرث، تمام، وثمن اللي أبوك قبضه، تمام، والصيغة اللي هي الإجابة والقبول. دي تمت ولا ما تمتش؟ تمت واتنفذت، يبقى البيع تم، تمام، والورق اتكتب كمان، الورق اتكتب. قام جه واحد بقى يقول لك لا، احنا اصل احنا اشتريناها منه بسعر قليل. طيب يا سيدي، هو لما ابوك خد ال100 ألف منهم، اكيد كل واحد اداله حصته في الموضوع ده، صح ولا لا؟ طيب، فاللي دفع كل واحد دفع 20، قام جه عمك بيقول لك لا، ده كانت تساوي 200 ألف. قول له خلاص، يبقى انت عليك 20 تانيين، عايز من كل واحد 20 التانيين. قالوا لا، هو ده كان سعرها. فهمتني؟ يعني أنا المفروض إن أنا أرجع لأمامي العقود بتاعة الأرض تاني. اه، ده حقهم، اتكتبت عقود، والدك الله يرحمه اشترى، باع لهم وهم اشتروا منه وخد الفلوس. وجي واحد بقى دلوقتي، طب واحد قدام بقية المجموعة قال لك لا، ده البيع تم وكله تمام. وانا قلت لحضرتك ال5 أركان بتوع البيت اللي البيع موجودين، بائع فعلا، في بائع وفي مشتري فعلا، وفي ارض اتباعت، وفي فلوس اتقبضت، وفي ايجاب وقبول عن طريق الامضاء، الناس مضت. طب انا الفلوس اللي عمي عاوز يديها لي، اللي هي الفلوس اللي هو بيقول دي بقيت فلوس الارض، هل يا دي من سلام، حقي؟ خدها منه هنيئا مريئا ليك انت واخواتك، تمام، ما فيش اي مشكلة خالص. تمام. بالنسبه للسؤال الثاني، انا والدي توفى فقسمنا الميراث علينا احنا 3، فاحنا ولدين وبنت، كويس، تمام. فانا يعني شرطت على اخويا البنت زيها زينا، واخوك وافق؟ اخويا وافق، خلاص ملناش دعوة. هو في الاول كان اللي هو يعني كان خايف او يقول لك لا ده مش شرع لا ربنا. لا، الميراث حق وليس واجب، الميراث حق وليس واجب. ورثت انت واخوك واختك، انت خدت 20 ألف، واخوك 20، واختك 10، تمام كده؟ تمام، يبقى هم 50. قلت لاخوك ايه؟ بقول لك ايه، ما تيجي نقسمهم على بعضنا بالتساوي، وهو وافق واختك موافقة، ما عندناش مشكلة.
هي ما كانتش موافقة، يعني هي ما كانتش موافقة، بس يعني أنا لما ضغطت على أخويا، يعني أنا ضغطت عليه، اللي هو ده أنا في النهاية، في النهاية ضغطت عليه عن طيب نفس منه، وافق ولا ما وافقش؟ وافق. انت بقى فاهمه كده، قول له انا سألت الشيخ وقال لو ده طالع عن طريق التراضي الرضا الكامل منك ما فيهوش اي مشكلة، لو ما فيهوش رضا لا يا اخويا انت لازم تاخد حقك. تمام. ماشي السؤال الثالث والأخير، اتفضل حضرتك أنا ما كملتش تعليمي أو ما مش متعلم، تمام، اتفضل. بعرف أقرأ قرآن، تمام، وبس أنا ما بصليش خالص، وكل ما أحاول إن أنا أصلي ما في حاجة كده بتشدني إن أنا ما بصليش، طب تمام. الحاجة اللي بتشدك دي اقطع ايديها وروح صلي. بص يا شيخ، أنا عملت كل حاجة وحشة، بص يعني خليك عملت معايا واحدة واحدة بس، صلي على النبي معاك عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام. والسلام. أهم حاجة الأول نركز، أنت بتعرف تصلي؟ يعني أنا مش حافظ التشهد. إني أحفظه لك يا عم الحاج، أنا ما تقفلش ما تمام. تقفلش، هقول لك على حاجة كده أمشي معاك واحدة واحدة واخد بإيدك في حكاية الصلاة دي. يا ريت الصلاة دي، بالله عليك يا الصلاة دي شيخ. هي الأساس، هي العنوان. ما تقفلش دلوقتي، هحولك على أخونا ميدو تمام. هيديك رقمي، وبعد البرنامج ما يخلص ابعت لي رسالة وتواصل معايا وأنا أقول لك إزاي التشهد تقوله بأسهل طريقة، أسهل طيب طريقة. معلش انا وراجع، اسف. بص وهراجع معاك الصلاة من أول تكبيرة الإحرام الله أكبر، وهقول تمام. لك وهقول لك ولو عايزني ساعة كل صلاة أقوم رافع سماعة التليفون عليك، يلا يا فلان انزل صلي دلوقتي، أشجعك وأديك دعم، ما عنديش أي مشكلة. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. سؤال أخير معلش أنا آسف. اتفضل. كان في حد في حياتي، كان في واحدة، تمام، في حياتي، تمام، قبل ما أتجوز، وما حصلش نصيب بيني وبينها، وأنا كنت واخد منها مبلغ، تمام، طيب بعد ما حصل الانفصال بيني وبينها، فهي رفضت تاخد المبلغ الأول، أنا ما رضيتش أديه لها، تمام، ولما جيت أنا أديها المبلغ ما رضيتش تاخده. فأنا يعني أنا بقالي بتاع 4 شهور أو 5 شهور بحاول إن أنا أوصل لها المبلغ، هي رافضة تاخده. لا لازم يوصل لها. هي يعني هي بتقول لي أنا ما أنا مش هاخد حقي في الدنيا، أنا هاخد حقي في الآخرة. فأنا يعني الكلمة وجعتني قوي، طبعا فأنا اللي هو أنا بقالي 4 شهور أو 5 شهور يعني بحاول إن أنا أوصل لها المبلغ عن طريق أي حد، هي رافضة اللي هي تاخده. لا لازم حد يتكلم معاها ويقول لها خلاص عفى الله عما سلف وأنت عفو أقرب للتقوى، وربنا قال والعافين عن الناس، وبعدين كل شيء نصيب، إذا ما اتكتبش ليكوا الجواز، لا أصل هو وعدني يتجوزني وخلف بيا، والله ما حدش بياخد مرات حد يا أختي، حد بس يقنعها كده وبتاع، والراجل بيعرض عليك إنك تاخدي حقك في الدنيا وخلاص والموضوع انتهى، ولو ما أخذتيش حقك في الدنيا بعد عرضه هو أنت آثمة، ما هو الراجل جاي يديكي حقك اهو، الفلوس اللي استلفها منك. ماشي، تمام. فانت بس طب محتاج حد كده. هل انا هيبقى عليا اسم لو انا كده دلوقتي، لو هي انت مرتبطة او بص رفضت؟ بص بص، الاثم يترتب نتيجة التقصير، صح ولا تمام، لا؟ صح، اي حد قصر من جانبه هيبقى عليه اثم. شوف يعني لازم، لدرجة اللي انا عارف زي ما ربنا قال هقدم ايه، ما هو فاتقوا الله، قلت له قد ايه؟ قال ما استطعتم، على قد ما تقدر تعمل، لازم تعمل محاولة، وانت بتشتري جنتك، انت بتشتري اخرتك، لازم يا جماعة كل حد له حق عندك لازم تدهوله، لازم تتحلل من مظالم العباد قبل ما تطلع من الدنيا، لانه في ربنا الاخرة يعلم. والله يا شيخ انا يعني انا عرضت عليها، يعني انا قعدت مع والدها، ولدرجه ان انا سبت الفلوس في بيتهم واخدت بعضي وروحت، بعتوا لي الفلوس تاني، انا رفضت ما اخد هما فلوس بقى اصلا. محتاجين بقى حد يقول لهم يا جماعة حرام واتقوا الله، طب انتوا ايه، اصل ده مش حقنا، حقنا اكتر من كده شوية، طب حقكم كام؟ لا هو المبلغ اللي يعني المبلغ اللي انا اخدته رديته، وعرضت لو في يعني لو هي هتاخد اكتر امال وتسددني حق انا، ايه بقى اللي مش راضيين ياخدوه؟ هي رافضه اللي هي تاخد الفلوس عامه، يعني هي رافضاها ما انت اصلا. قلت المبلغ رديته اهو، ايوه ما هي رافضه تاخده. يعني ما خدتوش. لا ما اخدتهوش. طيب ما بقول لك بقى حد يتكلم معاهم،
في الحقوق المادية، لا خدوا حقكم المادي، انما الحقوق المعنوية انه لا ده كان وعدك انه يتجوزك وما اتجوزش، خلاص الله يفصله بينكم يوم القيامة بقى، الموضوع انتهى. انما الحقوق المادية لا ندفعها، انما اصلي كان ناوي يتجوزني وخلى بي، اصلي الجواز ده كل شيء اسمه نصيب. لو كل واحد خطب واحدة مضناه انه لازم يتجوزها، او كل واحدة اتخطبت لواحد بصمناها انها لازم تتجوزه، بعد ما خطبناها قالت لا مش عايزاه، ما استريحتش معاه، لا انه لا طالما اتخطبت له لازم تتجوزيه بالعافية، لا. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا ربنا يصلح لك الحال، وميدو هيديك رقمي، ولو احتجتني في اي حاجة في موضوع الصلاة كلمني يا حبيبي على طول. شكرا ليك.